محاولة قائمة الآن ديجان تتهيأ خطرة أول الأهداف الآن أول الأهداف في هذه المباراة عن طريق اللاعب ديجان ديجان حاول وحاول حتى سجل أول الأهداف بعد الثلاثية التي أطاح بها بالعملاق الياباني كاشيما أنتلرز يدخل فريق سيول الكوري الجنوبي مواجهته أمام مستضيفه الاتحاد وعينه على مباغتة زملاء نور وإحراز نتيجة إيجابية في جدة تكفل لهم خوض لقاء الإياب بأريحية ثالث الترتيب العام في الدوري الكوري الجنوبي الذي خسر في آخر لقاءاته هناك أمام مضيفه دايجو لا يبدو أفضل حالا من الاتحاد إلا أنه يدخل اللقاء مكتمل الصفوف ولاعبوه جاهزون إلى درجة كبيرة بعد خوضهم 6 جولات في بطولة الدوري الكوري النمر الكوري سيول وحامل لقب الدوري المحلي سيعتمد لا محالة على عدد من اللاعبين المتمكنين في مراكزهم وفي مقدمتهم لي يونغ بيو ولي كيورو وإدرسون سانتوس ومدربهم هوان بوكوان يدرك بأن الاتحاد ليس بالفريق السهل لا على أرضه ولا خارجها ولا يمكن لأحد أن يتوقع المستوى الذي سيظهر فيه في أي مواجهة خصوصا في المحافل الآسيوية الركائز الأساسية للفريق يتقدمها أيضا الصربي داميانوفيتش ابن 30 عاما الذي اعتاد زيارة شباك الخصم إضافة إلى كل هذه الأسلحة فإن السرعة واللياقة البدنية العالية تظهران بوضوح لدى الكتيبة الكورية فريق أنهى حلم كاشيما أنتلرز وبالثلاثة بالتأكيد لن يكون لقمة سائغة بالنسبة للاتحاديين إلا إذا عرف المدرب العجوز ديمتري من أين تؤكل الكتف من جديد فهل سيكون النمر الكوري ضيفا ثقيل الظل على النمر السعودي أم سيكون الاتحاد في الموعد هدف ثالث ينهي المباراة بثلاثة أهداف سيول إلى دور ربع النهائي